دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحمراوي ونتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا زمانه. صباح الخير يا شاذلي. صباح الفل عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا. تاري الجو بقى ألطف يا هالة. بقى ألطف وبقى بالليل كمان جميل، يعني حقيقي جو مناسب كده تقعدي في بالليل في البلكونه تشربي فنجان قهوه. برد شويه كمان. لا لا مش للدرجه دي. في نسمه هواء لطيفه صيفيه كده. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. طبعا الناس بدات تنزل. هنبدا من محافظه القاهره. في محافظة القاهرة الكثافات بدأت تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما الكورنيش المتجه للمؤسسة ففي سيولة مرورية. كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة لغاية غمرة. اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات. كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور نصر وصولا للمنصة. ظهرت كمان بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي إن هناك برضو في كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. نفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. ونفضل مكملين لحد كوبري الروضة. هناك برضو في بعض الكثافات النسبية. أما نفق الأزهر ففي انتظام لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية أعلى دائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد أو التجمع. في الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة كذلك الأمر بمناطق التجمع الخامس في طريقه للبساتين وزهراء المعادي. في محافظة الجيزة بيشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى المتحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. الجاي من الدائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو ففي هناك سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي. القادم من أكتوبر محور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب 500 متر تقريبا. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي ولغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. تعالوا نروح لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع طبعا ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات إلا أن مطلع كوبري قها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات لغاية عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة ياخد محور العصار هيختصر له وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها بعض الكثافات البسيطة.
وهنكمل جولتنا المروريه ونروح لبورسعيد، هنلاقي هناك سيوله مروريه في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجه الزحمه المعتاده في ساعات الذروه الصباحيه، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبيه بسيطه تبدا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيوله مروريه، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهوريه في كثافات مروريه مكمله لحد اخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية المفصلة. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، ولكن بالليل الجو هيكون فيه نشاط للرياح ببعض المناطق وده هيساعد على تلطيف الأجواء. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين. كمان بتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.